كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر سموه فيها عن صادق تهنيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة إلى سعادة السيد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ضمنها سموه خالص تهنيه بهذه المناسبة الوطنية.